مشاهدينا الكرام، مساء الخير، وحشتونا من السبت اللي قبل اللي فات. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل مصري طيب، كل أم طيبة، كل ابنة طيبة، كل زوجة طيبة وبخير. انتوا طبعا عارفين ان البرنامج كله حديث من القلب، وانا كنت يعني النهاردة بجد جاية ارد حاجة بسيطة من البرنامج اللي فعلا لقيت فيه رد فعل حلو جدا جدا. السبت اللي قبل اللي فات انا كنت عارضه مشكله لطالبه في كليه الطب. الطالبه دي كانت عايزه ترفع نفقه على باباها، والحقيقه بعد البرنامج لقيت الحمد لله رجل اعمال اتصل بيا، مصري اصيل، رجل اعمال من السعوديه الشقيقه، فتح لها حساب واستجاب على طول لمشكله النفقه، وفعلا الحمد لله اتفتح حساب ليها وتكفل بمصاريفها لغاية الجامعة. طبعا كان في تواصل من البرنامج، ومن البرنامج وصلنا لمامتها، والحمد لله تمت كل حاجة بخير وبحب. احنا طبعا عارفين ان في فقرة ثابتة ان شاء الله اسأل استشير. انا مش هقدر طبعا النهاردة عشان ما اخدش وقت كتير من البرنامج، لان معايا ضيفة مهمة جدا، يعني وجودها يعني هيبقى له صدى جميل جدا يعني. فالمشكلة اللي جات لي، انا في كذا مشكلة بس مشكلة يعني مضايقاني شويه، انا مش عايزه اضايقكم النهارده. طبعا النهارده يعني كلها يومين ثلاثه، ونستقبل السنه الجديده بكل حب وبكل خير، ومش عايزين بقى نتكلم عن حالات الطلاق والحاجات دي النهارده. يعني ان شاء الله ان شاء الله كده يكون حاجه فيها رد جميل للناس الجميله اللي ربتنا. انا مش عايزه احرق الحلقه. المهم المشكله ان هو في واحد من اسكندريه اسمه محمد قال لي اعلني عن اسمي. محمد بابا بيقول ان هو يعني كان بيزعق لمامته وهم صغيرين وبيضربهم، يعني حاجات كده مش عايزه اذكرها عشان ما ينفعش ان انا يعني ابين الجانب السلبي في الفتره اللي هو كبر فيها. المهم محمد بيقول لي انا اتجوزت وساكن فوق والدتي وفوق بابايا، نزلت عنده اولاد، عنده 42 سنه، نزل لقى بابا بيزعق لمامته وعنده اخته لسه، فبيزعق يعني بيتطور بقى بالالفاظ وبالكلام. طبعا بابا كبر خلاص، ما ينفعش ان احنا ايه ناخد منه القصاص. فقال لي دلوقتي انا عايزه اوديه دار مسنين، لان انا نزلت وزعقت له، راح ضربني سوري يعني بالكوبايه في وشه للولد، لابنه يعني، ابنه ده عنده 42 سنه. فاصل سريع وهنرجع لكم تاني. تاني بعد الفاصل. طبعا النهارده عشان الموضوع بتاع السؤال اسال استشير، كان خير انسانه نقدر يعني نستضيفها معانا النهارده دكتور عندليب الشيمي، استشاري اسري وتربوي وعضو هيئه دوليه في 3 كيانات، يمكن هي هتذكرهم لان الكيانات انا مش موجوده قدامي. هي سيده فاضله من اسكندريه، عندها رئيس مجلس اداره، رئيس مجلس اداره مؤسسه ادك. اول ما حطت ايديها على ملف كبار السن حقيقه دي حاجه مذكوره ليها ومتدونه في وزاره التضامن الاجتماعي، مش حاجة بتختلقها يعني. دكتورة عندليب، عايزة كنت أعرف بس قبل ما أرحب بيها، كبار السن لهم معاملة معينة ولها مبادرة معينة هي بدأها من 2018، يعني ده حاجات موثقة معانا في وزارة التضامن اللي هي تابعة ليها. أنا بس عايزة أرحب بيها الأول. مش عايزة أقول لك بقى أنت يعني ليكي تاريخ جميل وبدأ بمبادرة فعلا، مش هقول لك بقى هي رد جميل، الناس دي فعلا كنا محتاجين ابونا وامنا ان انت تعملي صحوه ليهم وتبتدي تحسي الناس تاني. فبرحب بيكي، منوره البرنامج. السلام عليكم، وعاملين اضافه طبعا محترمه. اهلا وسهلا بيكم، اهلا ببرنامجك الجميل واللي اسمه من روحه ومن عنوانه واخد طاقته، حديث من القلب. كل سنة ومصر كلها طيبة، كل سنة والشعب العربي كله في خير، ويعم السلام ويعم المحبة، لأن أكيد لو إحنا وصلنا للنقطة دي السلام والمحبة، يبقى إحنا هنشتغل في ملفات تانية خالص غير اللي إحنا شغالين فيها. خواتي، سنة بتنتهي بكل ما فيها من خير وبكل ما فيها من وجع، ونبدأ سنة جديدة. وبقول دايما يعني بقالي شهرين بقول ختامها مسك، أني أنا بأمانة بتمنى أني يكون ملف كبار السن يوصل لكل الدنيا. جميل. ولذلك الحمد لله أنا يمكن فتحته
طبعا عمر شغله الموثق بمظلة قانونية في مصر هو من 2018. تمام. حقيقة الأمر لا، أنا الحمد لله من فضل الله كنت بشتغل بشكل تطوعي طول حياتي، يعني نقدر نقول وبلا مبالغة إن الملف ده مفتوح بالنسبة لي عدى العشرين سنة. اوعوا بقى تقولي لي عندك كام سنة، بلاش إحراج. فلا فعلا الملف، لدرجة إن أنا يعني مش مبالغة لو أقول لحضرتك إني عارفة الناس بالأسماء في إدارات المسنين في اسكندرية، عارفاهم كويس، وعارفة لما بتتنقل حد من مكان لمكان بقول لها أنتِ جاية معايا من الحتة الفلانية صح؟ تقول لي أوه عارفيني. فعلاقة حب كبيرة بالفئة دي. فئة المبادرة أو المبادرة بدأت في 2018 تحت اسم رعايتم فنرعاكم. تمام. والحقيقة ما كانتش مصر، إحنا كفريق عمل في مجال الإرشاد نعتبر فريق عمل دولي، مش إحنا بس اللي كنا بادئين، لكن إحنا بنشتغل بشكل جماعي دي في أكتر من دولة عشان نستفيد من تجارب بعض، عشان نشوف إلى أين وصلنا، إيه المعوقات اللي قابلتنا، نستفيد من الخبرات من خلال تعاملاتنا مع بعض. والحقيقة كانت المبادرة مع جمعية أسرتي، وكانت في الأردن نفس المبادرة هم أطلقوها وإحنا أطلقناها، هم كمان أخذوا من عندي مبادرة، إحنا يعني تبادلنا المبادرات. تمام. وهي كانت مبادرة يوم بلا إنترنت. تمام. وكانت مبادرة برضو خاصة بالأسرة. بعد كده حصل لي كان ظرف كده غير متوقع وطارئ، اللي عايزه اقول لحضرتك رعايتم فنرعاكم كانت فكرتها برعى سيدات مسنات بس في مكانهم، مش في بره، يعني مش بره، لا ده في مكانهم. فين مكانهم ده؟ في دارات المسنين، من خلال تتكفلي دارات المسنين بعمل لهم حاله دعم نفسي. عديت فريق عمل بشكل تطوعي، كانوا بنات، مجموعة بنات كانت أكثر من رائعة طبعا. من كانت خلال بينزلوا، المؤسسة يا دكتور؟ لا يا فندم، كانت قبل إنشاء قبل. المؤسسة، كل التاريخ ده فعلا كان قبل تاريخ المؤسسة. تمام. ولكن أنا طبعا ده شغلي التدريب، مهنتي، فأنا عديت فريق عمل بشكل تطوعي، كان بينزل السيدات في دارات المسنين، بتصلي معاها، بتقرأ لها قرآن، بتقعد تحكي معاها، بس بشكل وبآلية مقننة، لأن التعامل مع المسن مش أي حد يتعامل مع كبار السن. فكانوا هم واخدين فترة تدريب معايا الحقيقة في الصلة والتواصل ازاي اتعامل مع كبار السن، حتى التعامل مع الشارع على فكرة. لذلك انا بقول ان الملف ده احنا اكتر من هيئة لابد نشتغل فيه. دي كانت بقى 18 2018 2018 قد ما كانت سنة كلها ألم، ولكن يعني لأني انا فقدت فيهم امي. لما فقدت أمي شفت ملف بعين أخرى خالص، ليست المهنية فقط، وطول الوقت أنا بتعامل معهم الحقيقة بإنسانية. ده اللي أنا عايزة أعرفه، أنت ربنا يا رب يرحم ماما السنة اللي فاتت، بس أنت مامتك موجودة ورمز الحنان ليكي، وأنا عارفة أن أنت بره بيها جدا لآخر يوم اتوفت فيه. أنت ليه لجأتي لأنك تراعي الناس دي من 20 سنة؟ اب وام، رغم انت اب وام سويين، انا هقول لحضرتك على يعني على ما عندكش حرمان من لا امك. ده انا في حاجه اكبر من ما انا كده، ده اللي انا عايزه ان انا اعرفه. في اسره، اسره امي واسره والدي، انا محظوظه فيهم لانه عندهم حاله من الانتماء الغير عادي، عندي حاله من الترابط الاسري قويه جميل جدا. جميل. فتخيلي حضرتك اني انا اطلع في اي قناه اعلاميه نتكلم عن شريحه كبار السن قبل وفاه ماما، والاقي نفسي ما بعرفش اتكلم عليهم. أيوه. دموعي بتسبقني. الملف انساني بحت، الملف يمت لانسانيتنا وقلبنا قوي قوي. صدقيني انا لا ابالغ، انا من حوالي وانا عندي 18 سنه وانا بتعامل في دارات، بس مش دارات مسنين بس، في كل دارات ايتام انا صديقه كنت الاكثر يعني قبل من ما دار ام كمان خالص، وقبل ما اخش كليتي اللي هي تبع يعني الدنيا دي اللي هي اجتماعيه وكلام، انا كنت بشكل تطوعي. وكان معايا سيدات يكبرني يعني اكبر مني، كنا بنتعامل في العمل التطوعي، علموني يعني ايه الابتكار في مجال العمل التطوعي، يعني كان دايما يفكروا خارج الصندوق. يعني كنا ما بنقدم مساعده يقول لك المساعده دي محتاجه ذكاء، محتاجه ان انت تقدمي مساعده بس بفن، بحيث انك انت توصلي احسن جوده للمساعده. الحقيقه فكره جوده المساعده دي انا ما سمعتهاش الا يعني الا في وسطهم ومعايا، وكنت صغيره في السن. فانا بشوف من خلال تواجدي
في دارات في كل دارات الايتام، دارات الايداع ده، حتى دارات الايداع. صدقي على ماما حتى الله يرحمها. صدقيني صدقيني الشريحه دي لا تقل ابدا ابدا عن شريحه الايتام ولا التفوق الاسري. هي شريحه يجب ان نلتفت ليها. انا في كلمه قيلت في مؤتمر الاخير لسياده الرئيس من طفل اسمه مهند ذوي الهمم، قال له يا ريس احنا محتاجين الناس تشوفنا. انا بقول لسيادة الرئيس النهاردة، بقول له انا كمان محتاجة حضرتك تشوف كبار السن والمجتمع كله يشوفهم. احنا محتاجين الشريحة دي الناس تشوفها. الشريحة دي مش محتاجة مساعدات مادية. انا طلبت منه وانا عارفة ان هو قلبه رحيم وعارفة انه قلبه يسع مش مصر بس، يسع كل الوطن العربي. طلبت منه قلت له حضرتك لما بتمسك ملف بتبهرنا بالنتائج وبتختصر لنا الوقت والمسافات. ممكن احنا ملف نكون شغالين عليه 10 سنين، يجي الرئيس بحاجات بسيطة جدا بقلبه بإمكانية بسرعة القرار بالتفكير القيادي المتميز والمبتكر يختصر لنا كل ده ويخلينا نختصر كمان 10 سنين قدام. فأنا بناديه بقول له لو سمحت عايزة عام 2020، بتمنى بقول لحضرتك إن ده باسم 5 مليون مسن بيعيشوا في مصر، خلي عام 2020 هو عام كبار السن. عام كبار السن حتى المجتمع كله يلتفت. مش هتكلم في السلبيات اللي احنا بنشوفها. السلبيات ان احنا تندهشي ان مجتمع عربي زي مجتمع مصر، والحقيقه هو كل المجتمع العربي فيه عقوق. احنا النهارده لازم نقابل الملف ده بصراحه، ما بنتكلمش فيه، بنتكاسف نتكلم فيه، نقول والله عيب ان احنا نطلع مجتمع اسلامي يبقى عندنا عقوق. عندنا عقوق، عندنا عقوق. الحاله اللي حضرتك جبتيها دي انا انظر لها بشكل مختلف تماما. انا عايزه تردي عليه تقولي له ايه وهو مكسوف قوي ان هو هانه وضربه قدامه. انا مكسوفه. انا مكسوفه يا محمد. انا بقول السؤال على ايه يا محمد؟ انا مكسوفه يا محمد. بقول حمام عيب يعني؟ لا والله يعني هو مش عيب، هو جميل ان هو يسال عشان يفهم. حبيبي انا عايزه اقول له على حاجه. هذا الرجل انت عاملته وكأنك بالندية، لم تعامله أبدا كأب، لم تزرع حب. أنا دايما بشوف الموقف غير، يمكن مش بعين الناس، أنا بعين المرشد، بعين معدل السلوك، الموضوع مختلف. اوعي حضرتك تفتكري أن هذا التصرف لا يمكن أن يأتي من فعل أبدا، ده رد فعل، ده رد فعل. صدقيني ده رد فعل. هذا الأب بيعمل رد فعل. ممكن بقى حضرتك يكون في حال نوعية من التجاهل في البيت فهم مجنبينه، ما بيسمعهوش، لما بيتكلم ما بيردوش عليه، اهتمام شديد بالأم، في على الناحية التانية تجاهل للأب. حبيبي أنا بقول لمحمد، بقول له راجع تصرفاتك من فضلك، هتلاقي إن والدك ده عمل رد فعل، مش فعل، أنت صاحب الرد الفعل، أنت صاحب الفعل وليس هو. راجعوا تصرفاتنا. نحتاج مبادرتنا بعد 2019، هرجع لحضرتك، في 2019 الحقيقة أخدت شكل تاني، وهي أخدت شكل عناية بالمرأة المسنة الأقل حظا في المجتمع. فعملنا حاجة مختلفة. إحنا كنا بنروح له فقلنا طيب ما في ناس في الشارع. مش قصدي الشارع اللي معنى كلمة الشارع، لا. احنا بنعيش عصر ذهبي. حضرتك كنا زمان بنمشي بنلاقي سيدات في الشارع. محمد الملكي بيقول الوقت طب ايه يعني؟ طيب احنا عايزين، احنا هنتكلم عن المبادره سريعا. امهاتنا احنا بنحاول نقدم دعم نفسي، دعم اجتماعي ترفيهي للامهات اللي موجوده عندنا في المؤسسه. الاهم ما بنروح لهمش، هم اللي بيجوا لنا. الملف ده مقدمه قدام مين يا دكتور دلوقتي النهارده؟ يعني الملف لا، خلينا نقول ان انا بشكر جهتين مهمين جدا في اسكندرية، وأنا عجزت عن الشكر. هي مديرية الشؤون الاجتماعية في اسكندرية، بقول لهم يعني خرجتم بره الصندوق، حسستوني ان انا مش في السيستم الحكومي اللي احنا بنسمع عنه، لا خرجتم بره الصندوق وفي افكار مبدعه، وانتوا فعلا بقيتوا تحققوا لي احلامي. انا قلت له وانا قاعده في اجتماع معاهم، قلت له انا اكن احلامي النهارده بتتحقق. ليه؟ لان انا اخدت منهم
حاجات كتير اوبشنز ان هم معايا وبيدعموني هنعمل معايا طول الخط. الحقيقه كنت اكثر حظا ان انا يدخل معايا كمان وانا بقى اللي انضم عليهم مش هم اللي ينضموا عليا وهي وزاره الصحه. فاصبحنا ثلاث كيانات. جميل. مجتمع مدني. جميل. مجتمع مدني، وزاره الصحه. جميل. تفضلوا مشكورين ودعمونا الحقيقه. جميل. وادنزلوا لنا يعني هم عاملين مبادره واحنا بقى كده اللي بننضم تمام. عليهم رد المعروف. تمام. الحقيقه وكمان وزاره الشؤون ومديريه الشؤون الاجتماعيه. انا بتمنى ان في خلال الايام القادمه الناس تسمع اخبار حلوه ان شاء الله. اتحدوا، احنا بنتحد في اسكندريه، هندي نموذج للتعاون باذن وايد على ايد بتساعد، ان شاء الله. وان شاء الله نطلع بمبادره باذن الله ناجحه فيها تعاون، ما فيهاش صراع، ما فيهاش تنافس، لكن فيها حب. جميل. حب وحب لعمل الخير. ملف كبار السن لن يغلق طول ما انا عايشه وانا شايفه في ناس بتكمل اهي وفي ناس بتنضم عليا، فيبقى ده داعي للامل وفرحه جدا. شكرا لك، انت نموذج جميل والله العظيم. الله يخليكي. انا اتمنى كل سيده مصريه او ابنه يعني تقتنص بقى الفرصه الجايزه اللي ربنا عطاها لها عشان تقتنصها فعلا في وجود الاب والام وتبتدي. هي دي رسالتي. لو سمحتوا، لو سمحتوا اوعوا تخلوا شغلكم يبعدكم عن امهاتكم. هتندموا لما مش هتلاقيهم ولا هتلاقي صح دعائهم. صح. هتندموا. الحقوا بروا بابائكم. بالظبط. بروا بامهاتكم. رساله جميله. اهم من اي حاجه. نحتاج اعلام معانا واعي بالملف كامل. جميل. عشان خاطر هو ليه دور كبير جدا جدا. جميل. ودايما اقول اذا كان احنا كفكر تنميه بنعمل على وش الارض هو اللي ما يمهد الارض. جميل. لان احنا نتحرك عليها. جميل. فلابد جميل ان دكتور هو عندليب. نتكاتف. بطلب طيب كمان بالمناسبه ان القوانين نحن بنتعامل الان على قوانين الحقيقه ما بتديش حق لكبار السن. تمام. بنشوف امهات بتترمى في الشارع وما بنلاقيلهاش قانون ان هو يحميهم النهارده. بطلب ان احنا لابد ان قوانيننا نلتفت، قوانيننا تلتفت لاهميه ده الملف. ولابد ان الابن اللي بيضرب وبيمارس عنف على امه وعلى ابوه ان يكون العقاب رادع. جميل. على قدر الفعل. جميل جميل. رسالة موجهة من دكتور عندليب لكل ابن دلوقتي، يعني انتهز الفرصة وابدأ بمبادرتك. بر بأمك، بر بأبوك قبل فوات الأوان. انتهز الفرصة. والله هتتمنى لو لحظة، ولو لحظة جنبها ولحظة وفيها دعاء منها. ربنا يبارك لك. والله افتقرنا. هيبارك لك في حياتك على فكرة، هيبارك لك في حياتك. فاقتنص الفرصة، دول بركة البيت زي ما بيقول. حقيقي يعني أنا مبسوطة. وحديثك كمان شيق. أنا زعلانة من الوقت، لكن محمد الملكي كأنه رئيس لجنة عمال يسحب مني الورقة. يعني حديث دكتور عندليب مصر كلها طيبة وخواتيم مباركة. وإن شاء الله حضرتك هتتابعينا في يا ملفاتنا يا في الإنجازات إن شاء الله. أنا شرف ليا على فكرة. دكتور عندليب ما بتحبش الشغل الإعلامي خالص ولا بتحب تظهر، يعني ما بتحبش تستهلك يعني. فانا ده يعني على جميل والله العظيم على راسي وجودك معايا. انا اتشرفت بيكم جدا 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 ان شاء الله. وعايزه اقول كلمه كده، سنه هلت، سنه جايه هلت قدامنا، يا رب حقق امانينا يا رب. يا رب فيها ما تحرمنا من اي حد غالي علينا يا رب. فرحنا وسعد ايامنا وهني كل حزين فينا. خليها على كل الدنيا اجمل سنه تشوفها عنينا. يا رب فيها ما توجعنا يا رب. واكبر قلوبنا ونجينا. نبعد عن الأحزان حبة، خليها سنة خير ومحبة على كل ناسنا وأهلينا. سنة جاية هلت قدامنا، يا رب حقق أمانينا. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل أم طيبة، وكل ابنة طيبة، وكل سنة لكل الأمهات اللي ربنا أنجبهم لينا سواء من الأيام أو إحنا فقدناهم، ربنا يرحمه ويغفر لهم. وانتوا طيبين وكل الدنيا كلها في سلام وحب. وأنا بقول رسالة من دكتور عندليب، يعني ملك بدون أجنحة على الارض. الله يكرمك. الله يكرمك. رساله جزاك الله كريمه خيرا. وجميله. وربنا يجازيك كل خير في اولادك. وهي زي ما بقول كما تدين تدان، الخير اللي انت بتعمليه هيعود لك في اولادك وهيعود لك في الناس اللي انت بتتعاملي معاها بره. الحمد لله.